الثالثة صباحاً 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكدت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا استمرار التزام المنظمة في دعم ومساندة الحكومة المصرية، وذلك من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ أولويات التنمية الوطنية، لافتة إلى أنها مولت أنشطة خلال عام 2023 بنحو 209 ملايين دولار. جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير السنوي لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة 28 العاملة في مصر بشأن نتائج التعاون المشترك بين الأمم المتحدة ومصر في مختلف المجالات. أكد تقرير للأمم المتحدة أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تلوث بيئي غير مسبوق للتربة وللمياه وللهواء في القطاع، كما دمر شبكات الصرف الصحي وخلف أطنانا من الحطام الناتج عن استخدام عبوات ناسفة. وأوضح التقرير أن الحرب سرعان ما قضت على التقدم المحدود الذي تم إحرازه في مجال تحلية مياه البحر ومرافق معالجة مياه الصرف وإصلاح الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة والاستثمار في تركيبات الطاقة الشمسية. كما ذكر التقرير أن أنظمة المياه والصرف الصحي صارت الآن معطلة بالكامل تقريبا، وذلك مع إغلاق محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة. ويختتم حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين أداء مناسكهم اليوم، حيث يرمون الجمرات بمشعر منى في ثالث أيام التشريق الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ثم يتوجهون إلى المسجد الحرام مؤدين طواف الوداع. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في مستهل زيارته إلى كوريا الشمالية. وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن برنامج زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء بعقد جلسات مباحثات بين القادة والمسؤولين بالبلدين. وتعتزم إيطاليا إرسال منظومة دفاع جوي إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة روسيا. وقال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا إن الرغبة في مساعدة كييف ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، ومن المقرر أن تصل المنظومة خلال الشهر الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها إيطاليا منظومات دفاع جوي لأوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن دعم الصين للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا يجب أن يتوقف. وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إن الصين تقدم دعما حاسما يمكن روسيا من الحفاظ على استمرارية تلك القاعدة الصناعية الدفاعية والإبقاء على آلة الحرب مستمرة. أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس وقعت عقدا لبيع مدافع هاوتسر ذاتية الدفع من طراز قيصر لأرمينيا. وأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أنه تم توقيع العقد خلال لقائه مع نظيره الأرميني سورين بابيكيان، وذلك دون ذكر عدد المنظومات التي ستحصل عليها أرمينيا. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز. مزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، تحياتي وإلى اللقاء.